متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد مباراة الوحدة والإمارات التي تقام بالجولة 19 من الدوري الإماراتي لكرة القدم هذا الموسم، ونقدم لكم أيضا القنوات الناقلة للمباراة بالتفصيل. ويدخل فريق الوحدة هذه الجولة القادمة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة، كما يحتل فريق الإمارات المركز العاشر برصيد 13 نقطة. وتقام مباراة الوحدة والإمارات بالدوري الإماراتي اليوم الجمعة 15 مارس 2018 في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا، والثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، والسابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والرابعة والنصف مساء بتوقيت جرينتش. وتذاع المباراة بث مباشرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.